معانا اتصال ام محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام يا ام محمد، معلش سيبنا حضرتك على التليفون شويه. لا يا حبيبتي ولا يهمك ولا يهمك، انا متشكره خالص على البرنامج الجميل ده. ربنا يبارك لك يا رب. وببدي اعجابي بالاسم الجميل للبرنامج، جميل جدا. ربنا يبارك في حضرتك يا رب، تسلمي يا رب يا ام محمد. يا رب يخليكي. بس انا عايزه بعد اذنك اسال الشيخ سؤال. مع حضرتك طبعا، اتفضلي يا ام محمد، سامع حضرتك وتحت امرك. ازي حضرتك يا شيخ؟ اهلا وسهلا، نورتينا. بارك الله فيكم وشكرا على مجهوداتكم معانا. الله يكرمك. الله يبارك في حضرتك يا رب. بعد اذنك يا شيخ انا عايز اسال بس، هل الناس اللي مش بتنظف، يعني انا اسفه في الكلام، اللي ما بتنظفش شقتها كويس وبيسيب روايح كريهه تظهر منها، عدم نظافه، عدم تطهير، عدم تعقيم، وبتاذي جيرانها؟ والله يعني انا بحييكي، ده اساس الدين. والله والله اساس الدين وصلب الدين الحقيقي. ربنا يبارك فيك يا ام محمد. الله يخليك يا رب. فبتاذي جيرانها لدرجه ان احنا ممكن نقفل الشبابيك، يعني مع الحر ده بنقفل الشبابيك، هل دول يطلق عليهم المفسدون في الارض؟ سؤال مهم جدا يا ام محمد، ربنا يبارك لك. في اي استفسار تاني؟ شكرا شكرا، بارك الله فيكم، الف شكر. في اي استفسار تاني؟ مفيش، تمام؟ الف شكر يا حبيبتي، شكرا. ربنا يبارك لك وهنرد على حضرتك حالا. خلينا نقول يا استاذه ساره عجبني التدبر ما شاء الله. احنا دايما بنربط الدين بشويه طقوس وحاجات ظاهريه. ايوه، ان انا اروح الجامعه اصلي، ان انا اقرا قران، ان انا اذكر ربنا، دي اسمها عبادات تنفع الانسان لوحده. وانا بقالي 10 سنين في كل مكان بروح اقول الكلام ده. يا جماعه، قربك لربنا وطاعتك ليه بتنفعك لوحدك. طب ايه اللي هينفعني وينفع علاقتي مع الناس؟ المعامله. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كلنا، لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. لو في نهر كده قدام باب بيتك أو شقتك وانت بتفتح تلاقي نهر، النهر ده هو الحنفية اللي موجودة في التواليت أو في الحمام أعزكم الله، قدامك وموجودة. طب ده درس الإيه بقى؟ أن انت بتصلي 5 صلوات في اليوم، فمحتاج تتطهر. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. مش احنا مش عايزين نقول طبعا هي بتقول دول مفسدين في الأرض، هو اللفظ كبير شوية وصعب، عايزين نقول دول مقصرين، محتاجين حد يوعيهم، حد يعلمهم. بنقول لهم رسالة جميلة من أساسيات الإسلام ومن أساسيات الإيمان، النظافة، إن المسلم دايما يبقى نظيف، شكله حلو، ريحته حلوة، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. هي بتتكلم على إنها بتأذي جيرانها، فهل ده نوع من أنواع صور الفساد؟ طبعا هو نوع من أنواع الإيذاء والبعد عن كل ما يرضي الله تبارك وتعالى. ولكن يعني هي محتاجة توعية، محتاجة كلمة بلطف. ربنا قال فقولا له قولا لينا. طب لو الكلمة دي ممكن تعمل مشاكل أو كده، يعملوا إيه فعلا معايا؟ هو ممكن حضرتك يكون في حد له مدخل مع الناس دي، جار، مجلس إدارة العمارة، اتحاد الشاغلين، الحارس، أي حد ليه مدخل ممكن يقول بشياكة كده ورقي. أصل برضو أنت عشان تقول لحد أنت مش نظيف أو أنت ريحتك بتأذيني، بتبقى برضو حتى مؤذية للنفس. صح. واللي مش واخد باله من حاجة زي كده مش هيستقبل. واللي بيبقى كده أعزكم الله ما بيبقاش حاسس، بتبقى طبيعة، ربنا يكفينا شرها. يا رب. الإنسان متعود أنه مش نظيف، سواء في بيته، في شكله، في ريحته. ودي مشكلة بتواجهنا خصوصا في الصيف، تلاقي الناس على السوشيال ميديا تكتب يا جماعة راعوا ربنا، بتركبوا مواصلات، بتعاملوا مع بعض، خلي دايما ريحتك نظيفة، شكلك نظيف. ما هو ده مهم جدا. ده مهم جدا من مظاهر الإسلام الحقيقية، من الطقوس التي يجب أن ينبغي أن يتمثل بها المسلم الحقيقي أو الإنسان، أنه يحافظ على شعور أخوه المسلم. بالضبط، دي من الواجبات ودي الأخلاقيات الأساسية. ومناسبة شكوى أم محمد من القصة دي، ده فيها مش إفساد في الأرض، ده فيها إيذاء للجار اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فضل يوصي بيه. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وربنا يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا والجار ذي القربى والجار الجنب. الجار الجنب يعني اللي جنبك على طول، ما يشوفش منك إلا كل طيب وكل خير. وكل دي من أساسيات الأخلاقيات. نعم. يعني.